مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. وانتم تشوفون هذا الفيديو، رمضان مبارك عليكم حبايبي، ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، وان شاء الله تصوموا على اكمل وجه ويتقبل منكم ربي كل الطاعات. اليوم هذا الفيديو قررت انه نسوي جوله قصيره وبسيطه بدفاتر رسوماتي القديمه اللي بسنه 2015 وبسنه 2017. اذا تريدون تشوفون الفيديو خليكم. اوكي حبايب، اوكي حبايب، نبدأ بهذا الدفتر اللي هو اشتريته بسنة 2015. صراحة ما ادري من ماركة اسمها ارت ميد او هيجي شي. هو هذا الدفتر للالوان الاكريليك، مكتوب عليه اكريليك بينتينج بات، ايه يعني للرسم الاكريليك. بس انا يعني تعرفوني قلت لكم اني ما كنت يعني اعرف اشياء هو بالرسم، بس جبت هذا الدفتر ورسمت بيه بالرصاص. اي بالرصاص. المفروض ارسم بيه بالاكريليك بس انا ما اعرف ارسم بالاكريليك، بس خليته للرصاص. المهم نفتحها والرسمه، ما اطول عليكم الحكي. فهاي الرسمه الاولى مثل ما تشوفون، رسمه بالرصاص. ما اتذكر يا درجات صراحه، لا من زمان، سنه 2015. زين حلوه نوعا ما، طبعا مستوى كان مو فد شي بالرسم، بس اتس اوكي. هاي رسمة حلوة أحبها، صح يعني مو محترفة بس أحبها. أنتوا قولوا لي شنو رأيكم بالتعليقات. أوكي من بنفس السنة، أعتقد هاي رسمات كل اللي رسمتها بهذا الدفتر هي سنة 2015. هاي الورقة فارغة. أعتقد هاي الممثلة التركية اللي اسمها بيرينسات، اعتقد اسمها بيرينسات او هيك شيء، اللي هي طلعت بمسلسل مهند وسمر، كان اسمها سمر. شنو رايكم؟ قولوا لي بالتعليقات. طبعا مو بالمستوى يعني، لانه قلت لكم يعني ما كنت كلش ضابطه الرسم، بس حلوه يعني، جدا فخوره بهاي النتيجه. واو هاي الرسمه كلش احبها، هاي لليوتيوبر زينب العقابي، كلش احبها، رسمتها مره ونشرتها على انستغرامي وعلقت لي همينه، بس للاسف انستغرام القديم يعني متكر احترق، ف راح كل شيء من عنده. بس كلش احبها، وهي البنيه هاي من احب زينب العقابي. اوكي هاي هنا أنا الرسمه عندنا هي عين. واو صراحة حلوة، بس الرموش شوية والكبرى العين منها مو مضبوط، بس حلوة نوعا ما حلوة. اوكي نشوف بعد شنو اكو. واو حلوة هاي الرسمة. طبعا انا هنا كنت باذلة جهدي كله واستعمل هواي درجات، يعني ما كنت استعمل درجة واحدة بس، هواي درجات من الرصاص استعمل. وعلى ما اعتقد كنت ارسم بماركة ستيتلر او هيجي شي، اللي هي هاي الماركة، هاي الماركة اللي هي ستيتلر. بس يعني كلش حلوة. وهم من التلوين والرسم على ورق الاكريليك يعني كلش حلو بالرصاص. واخيرا سوينا شيء بالالوان هنا. هذا الطفل بالالوان الخشبيه طبعا. حلو بس حلقه اعود، بس حلو نايس. حواجب وردي. يلا يلا غلسوا. هاي كلش احبها. اوكي حبايبي، طبعا انقطع الصوت ما اعرف ليش، فقررت انه اسجل. هاي الرسمه رسمتها عباره عن استكان شاي، والشاي ده واقع من عنده، بس كلش تعجبني واحبها. هاي الصوره هي عباره عن الرجل عارضه لاعبه باليه، وكلش عجبتني صراحه النتيجه، وكلش فخوره بيها يعني لدرجه مو طبيعيه. ورغم انه هي مو كلش يعني مضبوطة، بس انا فخورة بها لاني بذيك الفترة كنت يعني مو كلش بالرسم. بالنسبة لهاي الرسمة، هي رسمة بنية بالالوان،
النتيجة مو كلش حلوة بس راضي عنها، راضي لا بأس. وبهيك يكون خلص دفتر 2015، واخيرا كانت تجربة كلش حلوة وياه ورسومات حلوة. نبتدي بدفتر 2017. طبعا هذا الدفتر مبين من شكل الطفل الكتكوت هذا الكيوت ابو خدود انه هو دفتر رسم عادي من المكتبة، حتى مو مكتبة رسم وفتشي يعني فاخر، لا يعني مكتبة رسم عادي، مكتبة عادية تشوفون يعني هنا انا ما اعرف شنو اشكال والوان. اول رسمة بهذا الدفتر طبعا مثل ما تشوفون هاي رسمة بالالوان الخشبية، وصراحة كلش حلوة واحبها رغم وجهها شوية ما مضبوطة القياسات، بس احبها كلش حلوة. حبيتها من الخلفية باللون الازرق الفاتح، كلش شي حلو يعني منطيها رونق للرسمة. ورقة فارغة كالعادة، ما اعرف شنو كنت انسى، ما اعرف او من اتحمس ابدي ارسم رسمة جديدة انسى الاوراق. المهم هذا بيكاتشو اذا احد يعرفه منكم، كلش حلو هذا الكرتون وكنت حبيت ارسمه ورسمته والنتيجة حلوة نوعا ما. قلت لكم انا زينة بالكرتون برسم الكرتون. الرسمة هاي عبارة عن بنية شعرها لون اخضر وعيونها ايضا خضر، بس كلش حلوة. هواي مدحت برسوماتي بس والله كلش حلو. يعني ما عندي شي ثاني اقدر اقوله انه بس حلو، واو كنت خوش ارسماني همي انا رغم انه كنت مبتدئة، يعني مو كلش مبتدئة بس حلو. يعني هنا انا ملونة الرسمة بالالوان المائية ونادرا ما اسوي هذا الشي. هاي الرسمة عبارة عن بنية، طبعا انا من اتعب ما اكمل الشعر اخذها قاعدة فيبقى الشعر هيجي، بس حلوة كيوتة لطيفة. همين ورقة فارغة يا ربي. هاي الرسمة همينة كلش حلوة، شنو داري درس معارضة بس جبت العيد، بس شعرها كلش حلو عاجبني تلوينه، طريقة تلوين شعرها كلش حلو. اغلب الرسومات اللي رسمتهم اني بهذا الدفتر هو بالالوان الخشبية، وهاي من بالالوان الخشبية همينة. هاي الرسمة بالالوان الرصاص والخشبي الاسود والماجيك لونت بي شعرها، حلوة نوعا ما. لا تستغربون ورقة فارغة تعودنا، اوكي بس اريد اعرف شنو مشكلتي، شنو مشكلتي. هاي الرسمة هي عبارة عن عيون، طبعا هذا التلوين اتذكر لحد الان لونته بالخشبي، وكنت اول مرة ارسم عيون يعني سوا بس، فكلش حلوة النتيجة والحواجب همينة كلش عاجبيني. انتو شنو رأيكم قولوا لي بهاي الرسمة؟ صراحة هاي همينة ملونتها مو بس بالخشبي، حاطة وياها همينة بالمكياج ملونتها، فحاطة اعتقد لون باودر او فتشي على وجهها وكلش احبها. فانتو قولوا لي شنو رأيكم همينة بيها. هاي الرسمة هي العارضة ازياء اجنبية، جبت العيد كالعادة دا اشوفون ايش قد الحنج مالتها يعني كبير وما اعرف شنو، بس اللي عاجبني بيها هو طريقة الالوان شلون بارزة رغم الالوان مو كلش مال احترافيين، بس حلوة طريقة التلوين مالتي يعني بغض النظر عن الخدود مزودة التنت، بس اتس اوكي يعني تمشي تمشي. او ماي جاد هاي الرسمة كلش احبها، الوان النمش لون العيون لون الشفة الشعر كل شي كل شي عاجبني بيها وكلش هواي احبها، ولحد يقول لي مو حلوة. وهاي كانت اخر رسمة ب 2017 اني كاتبة هنا أنا last one in 2017، وحبيتها كلش. وبهذا الدفتر اعتقد اني رسمة بعد رسمة بس مو ب 2017، هي ب 2018 اللي هي هاي الرسمة. طبعا الرسمة هاي كلش 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 احبها، يعني كل شي حلو بيها، التفاصيل الالوان خصوصا الشعر العيون كلش احبها. فانتو همين قولوا لي شنو رأيكم بالتعليقات بهاي الرسمة وبكل الرسومات اللي راويتكم اياها بدفاتر رسوماتي 2015 و2017.
ورقة فارغة كالعادة. تليفون ايفون بائس مثل ما تشوفون. هذا هيك رسمت اسريع شخبطة. سيارة ما اعرف شنو نوعها، تعبت وما كملتها، بس هيك يعني رديت اشخبط بس لا اكثر. او خلصنا الدفتر الكيوت الكتكوت مال هذا الطفل الاكيت بعد من الدفتر. شنو رايكم؟ اتمنى عجبكم الرسومات اللي بهذا الدفتر لسنة 2017. لا تنسون تقولوا لي شنو رايكم بالرسومات كلها. وبهيش يكون خلص الفيديو لهنا على يوتيوب، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسون تسوون لايك وشير واشتراك بالقناة حتى يوصل الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين على مود يشوفون هذا الفن الفنون الفناني. باي باي.